كيف أملأ الفراغ اللي عندي وأنا أصلاً ماشية من غير هدف، وأحس إني أنا محلك سر وباقي الناس عندهم إنجازات وأنا ما عندي إنجازات؟ شوفي، هذا السؤال هي بداية الصحوة، awareness، الضوء. هذا السؤال هني بتبدئين مسيرتك من الظلمات إلى النور. صدقيني مش مجاملة، وهذه حقيقة، لأن إحنا بدينا شيء. لما تبدئين تسألين شو الهدف في الحياة، معناته أنت وصلتي أن أنت المفروض يكون لك هدف. شو الهدف هذا؟ هذا محتاج إلى كثير من البحث، كثير من الذكاء العاطفي والفهم، فهم الذات، وهذه فعلا محتاجة أنت تجلسين مع حد يعلمك كيف تبدين تدورين تفهمين ذاتك، لأنك توصلين في النهاية إلى ما يشبه هدفك. بقول لك شيء، ان الهدف مش من البدايه بتحصلينه، الهدف بياخذ وقت لما يتعدل تماما، لما يتضبط، هني بتوصلين الى الهدف. انا اهدافي هي وحده، ولكن ياسه تتعدل، ياسه الهدف كل ما كان انساني، كل ما انت هني وصلتي فعلا. الهدف يجب هو مادي لك، ولكن الرؤيه انه يكون في شيء انساني. أنصح أنك أنت تحجزين جلسة استشارية تطويرية معي.